بسم الله الرحمن الرحيم انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم بعون الله تعالى وتأييده وبالتفويض من المجلس العسكري ونظرا لتزايد أعداد الضباط وصف الضباط والأفراد المنشقين عن الجيش الوحشي الغاشم ونعلن عن تشكيل لواء خالد بن الوليد حسب التشكيل التالي قائد اللواء الرائد أحمد بحبوح رئيس أركان اللواء النقيب إياد الديك والناطق الرسمي باسم اللواء الكتيبة الأولى كتيبة الشهيد فادي الكسب بقيادة النقيب يوسف الحمود الكتيبة الثانية كتيبة الشهيد محمد الطلاس بقيادة النقيب عبد الله بحبوح الكتيبة الثالثة كتيبة حسين بن علي بقيادة الملازم أول عامر الزعبي مهمة اللواء حماية المدنيين العزل من الممارسات القمعية التي يمارسها الجيش الوحشي بحقهم وحماية المظاهرات السلمية استهداف كتائب الأسد وأمنه وشبيحته أينما وجد وبناء عليه نطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف حاسم من هذا النظام الغير شرعي والعمل على اتخاذ قرارات جدية وفعلية لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن وذلك لرفضه المتكرر والغير مسؤول لنداءات وقرارات الجامعة العربية والضغط على النظام الوحشي بكل الوسائل للسماح للجان الإغاثة الدولية والعربية وهيئات حقوق الإنسان والإعلام العالمي والعربي الحر والمحايد بالدخول إلى سوريا لرصد جرائم هذا النظام وتحويل انتهاكاته لحقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة كل المسؤولين ضباط الأمن والجيش وكل من تلطخت يداه بالدم السوري الشريف والطاهر محاكمة عادلة وأخيرا نعلن فتح باب التطوع لصالح لواء خالد بن الوليد لكل من يرغب بذلك عاشت سوريا حرة أبية والنصر قادم بإذن الله.